سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك كانت المشاهد كرة قدم ممتعة. حديث اللاعبين، يا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. من ملعب سبوتيفاي كاب نو معقل برشلونة، الصورة المعتادة 90,000 خلف الفريق الكتالوني. أكد المشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. نيمار يلعب كرة بينية قوية من مبابي، فعلا سجل كرة في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. انطلاق غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ومحاولة مع المرتدة، تحول سريع في الملعب، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، والكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. عودة سريعة لكاسيميرو، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، كان من الصعب أن نرى نهاية أخرى لهذه الهجمة. مر وعدى بشكل جميل، روديغر تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. كان أمر قوي من أبوبي. بيلينغهام، هجمة مرتدة الآن، انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وعرضية بعتت ومرت وصلت إليه بابي. الله، الكرة بافاريا في بايرن، هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. ليونيل ميسي لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. ميسي ربما كان عليه أن يفكر في خيارات أفضل من التسديد من هذه المسافة. كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم، اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة، لا يمكنك أن تواجه هذا الخط الدفاعي لوحدك. لا مستمر، يا
في الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. ميسي على تنفيذ الخطأ، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يلعبها في المساحة رينيلدو، رينيلدو اندفاع إرادي من جهة اليسار، ساني ليروي ساني، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا. ساني قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى تمكن من ابعاد الخطر. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم، كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة، كان أنانية بعض الشيء. قطع الكرة بشكل رائع. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحس في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار. بيلينغهام تصدي ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين، عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. برشلونة عنده ركنيتين حتى الآن، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، كرة إلى الأمام، تقدم إلى الأمام، مبابي، بيلينغهام. بداية الشوط الثاني، مبابي، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، بيلينغهام لمسة على اليسار، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. روماريو، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. مرت الكرة داخل 18، يلعبها لمنطقة الخطر. بايرن ميونخ محاولة لصنع هجمة من خلال كرة طولية لكنها لا تنجح، ولكن أيضا أمر مبشر خصوصا أنها المرة الأولى في الشوط الثاني. تمركز أهم صفة للمدافع، عنده خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق. هيونغ مين سون، الله على الكرة، هدف رياضة في بايرن. الأسيستنسيا este partido asciende a 97,559 espectadores. هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمام، ليلة غير عادية، لعبة من طراز عالي،
عندك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. رينيلدو قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. حكيمي، روماريو، مبابي، والآن فرصة موجودة. الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. هذا هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك، محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن. يبعدها عن مناطق الخطورة. بيلينغهام، لمسة بينية، فرصة هجوم معاكس. أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. El dorsal 11. El dorsal 9. El dorsal 13. El dorsal 10. Messi. Serán sustituidos por el dorsal 21. Neymar. El dorsal 20. El dorsal 7. Villa. El dorsal 42. El dorsal 22. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. برشلونة يجب أن يركز في هذه الفرصة لأننا نلعب في الدقائق الأخيرة ومطالبين بإدراك التعادل. دي بروين، هالاند، الآن فرصة للمرتدة.
يتدخل ويقطع الكرة. رائع جدا في توقع مسار الكرة. يلعب كرة على اليسار. بينية رائعة. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية. يوم للنسيان. يا لها من مواجهة صعبة ورائعة. لأن الفريقين لم يرضيا بالتعادل في أي لحظة من لحظات المباراة.